واليوم النقاش كان مطروح امام المحكمه في اطار الاستمرار في مناقشه هذا الملف، وكان اليوم في اطار البحث البحث في المداخل ديال هذا الملف كان ضروري الوقوف على مجموعه من المعطيات اللي كان الحسم فيها ضروري لمناقشه الملف، هو يعني مناقشه اختصاصات الاطراف اللي اليوم متابعين امام المحكمه. نصب النقاش اليوم بالاساس على الدكتور تحسن التازي من اجل مناقشات يعني المهام الموكوله اليه داخل المصحه وصفاته داخل المصحه. فكان النقاش اولا حول الدكتور حسن التازي بصفته طبيب جميل، هل ارتكب خطا يمكن ان يسال عليه؟ وكان النقاش الثاني حول الدكتور حسن التازي بصفته مالك للمصحه، وهل ارتكب خطا يمكن ان يسال عليه؟ وكان النقاش الثالث حول الدكتور حسن التازي بصفته مدير عام للمصحه او مسير للمصحه، وهل ارتكب خطا يمكن كذلك ان يسال عليه؟ واللي نخلص في الاخير الى صفه الدكتور حسن التازي بصفته مدير طبي اللي كان هو المدير الطبي للمصحه، لنقف كذلك عن هل ارتكب خطا يمكن ان يسال عليه. اعتقد انه من خلال البحث في النصوص الناظمه للعمل في المجال الطبي لم نقف على اي خطا يمكن ان ينسب لهذا الرجل، ولذلك قلت بانه كما اقول دائما ان كان هناك يعني سوء فهم لهذا الملف وسوء تدبير لهذا الملف من وجهه نظري دائما كدفاع، لاننا هناك امور دقيقه كان يجب الوقوف عليها لم يتم الوقوف عليها. لذلك اليوم المناقشه لن تميز بين اختصاصات الطبيب المعالج او الطبيب المزاول والمدير الطبي وباقي الصفات الاخرى، وهذا هو الخطا الكبير، لانه اليوم كما تعرفون انه القانون يمنح الاستقلاليه للطبيب في 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 وصف علاجاته، يمنح الحريه في تحديد الوصفه وطريقه العلاج القانونيه، ولا يمكن ان كان يتدخل فيه. لذلك لا يمكن ان ننتظر من اي جهه كانت ان تكون رقيبا على الطبيب الا في حدود ما يسمح به القانون، لانه الطبيب كما تنص على ذلك اخلاقيه من مدونه الاخلاقيات ديال الطب انه مستقل وحر وهو مسؤول كذلك. شوف ذكرتم غير ما مره بالوثائق ان ادريس اليف هو المدير الطبي والمدير الاداري والمالي، لماذا تعتقد هل كان يجب ان يكون هذا المدير حاضر هو المسؤول الاول على يعني المستخدمين؟ اولا باش نعطيكم السياق اللي جات فيه هذا النقاش. هذا النقاش كما تعلمون انه هذا الملف تبع فيه شخصين، عبد الرزاق التازي بصفته مدير اداري وموليا بن شقرون بصفته مديره ماليه، وكان نقاشنا مع سواء لا امام السيد الوكيل العام في مرحله ديال التقديم ولا امام السيد قاضي التحقيق في خلال جميع مراحل التحقيق ولا امام المحكمه، ان هذين الشخصين ليست لهما هذه الصفه. مولي باش نقول ليست مدير ماليه وعبد الرزاق ليس مدير اداري. فكنا ملزمين بان نحضر الوثائق التي تثبت من هو المدير الاداري ومن هو المدير المالي. وانطلقنا من السنوات السابقه على هذا الواقع، وانطلقنا من سنه 2017. من كان يشتغل من هذه المهام من 2017 حتى لتاريخ ارتكاب الواقع بالعقود المثبته لهذه الالتزامات. اذا الاطباء او المسؤولين الذين تعاقبوا على هذه المهمه كلهم لهم عقود وكلهم لهم وثائق تثبت علاقتهم، وان من كان يمارس مهمه المدير المالي ومن كان يمارس مهنه المدير الطبي، لكي نخلص الى ان لا زوجه الدكتور حسن التازي كانت مديره ماليه ولا اخوه عبد الرزاق التازي كان مديرا طبيا. طرقتي للعقد الاخير اللي تم الابرام ديالو مع المدير المالي والاداري الجديد. هو العقد الاخير اللي كان تطرقت له هو اللي يتعلق بالمدير الطبي، لانه بعد اعتقال الدكتور حسن التازي كانت المؤسسه لابد ان تبحث عن مدير طبي، فقامت بالتعاقد مع مدير طبي، وانا اديت به لشيء واحد ووحيد هو ان نثبت انه هذه المؤسسه كشركه تتعامل بالعقود ولا تتعامل بالمعاملات الشفويه، لانه لا يمكن ان ناتي هكذا ونقول ان فلان مدير او فلان مديره، وانما العقود هي التي تحكم. دواليك تحياتي. لا ليست المرافعه الاخيره، لا زالت لنا جلستين على اقصى على اقل تقدير ان شاء الله. تاجلت الجلسه؟ نعم تاجلت الجلسه الاسبوع المقبل ان شاء الله على الساعه الثانيه زوال لاستكمال المرافعه. شكرا.